اشيلك يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم بأجمل تحية من غرفة تجارة وصناعة دبي في منطقة ديرة، وننقل لحضراتكم وعبر نور دبي وقناة الجائزة فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدورة 20، دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله، حيث استطاعت هذه المسابقة أن تجد لها مكانا متميزا في ساحة المسابقات القرآنية العالمية. ففي الأول من شهر رمضان المبارك من كل عام تتجه أنظار العالم الإسلامي إلى دبي لمتابعة المهرجان القرآني الحاشد الذي يتنافس فيه حفظ القرآن من الشباب الذين يتم ترشيحهم رسميا من بلدانهم أو المراكز الإسلامية التي يتبعون لها. وتنعقد فعاليات هذا المهرجان في الفترة من الأول وحتى 20 من رمضان من كل عام، وتشهد قاعة المسابقات في دبي حضورا جماهيريا كبيرا على المستويات الرسمية والشعبية، ويحرص قناصل الدول المشاركة وأبناء الجاليات في الإمارات على حضور الفعاليات وتشجيع ممثلي بلادهم. مشاهدينا الكرام، فعاليات اليوم برعاية هيئة تنمية المجتمع ومطاعم غازيبو، وبرنامج اليوم سوف يكون برنامج خاص حول تكريم لجنة التحكيم مع الرعاة والإعلاميين لهذه الدورة 20 1437 للهجرة الموافق 2016 للميلاد. مشاهدينا الكرام، أحول الميكروفون الآن. قبل أن أحول الميكروفون إلى الأخ أحمد الزاهد، نستمع وإياكم إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ محمد أبو بكر عبد الحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. صدق بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ منصور بن محمد.